بسم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قناة كنوز واحد معاكم إن شاء الله، وحنعمل الفيديو اللي وعدناكم بيه اللي هو فيديو تزويق الشبشب الفيلم. هنزوقه ليه؟ علشان يكون عليه طلب أول حاجة، ويكون مميز في السوق، لأن التزويق ده أذواق، وكل ما كان التزويق أفضل كل ما كان الطلب أكبر. وبعدين هنقدر نرفع السعر بتاعه شوية عن أي شبشب في السوق. أول حاجة عندنا كذا طريقة للتزويق. أول طريقة للتزويق هنشتغل بيها هي طريقة لف الستان. لف الستان، معانا بكرة الستان دي بتيجي جملة فيها 10 عاملة 18 جنيه، يعني اللفة الواحدة من دول عاملة 180 ساعة. اللفة من دول تعمل 4 شباشب معانا، يعني الشبشب هيتكلف معانا تقريبا 50 ساعة، يعني الفردة 50 ساعة الشبشب جنيه في الحدود دي مش أكتر، وده طبعا هيرفع سعر الشبشب. اولا هنجيب نقص متر ونص منها، هنقص متر ونص ستان من دي بنفس الطريقه دي كده، هنقصها ونبدا نعديهم في الشبشب كده. ادي الشبشب اهو كده، هنمسك الاثنين كده مع بعض قد بعض ونبدا نعديهم من قدام كده كده اهو، تمام. نجيبهم كده خلاص، نعدي الورا كده اهي، عدناها وهنعدي دي هنا، هنعدي دي فين؟ هنا كده. بص اهي، خلاص احنا كده عديناها اهي، نجيبها في الاول خالص قدام كده، تمام. كده احنا بدأنا اول مرحلة، خلاص هناخد دي كده، خلاص احنا شدينا دي شد كويس عشان ما تبقاش سايبة كده. هنبدأ نلف كده واحدة واحدة، نلف كده ايه، واحدة واحدة كده، هنبدأ نلف فوق بعضه كده لحد ما نخلص لحد اخر الشبشب كده. احنا خلصنا خلاص، لفينا الناحية دي خلاص، وهقول لكم احنا دككناها ازاي. ولفينا الناحية دي وخلاص، سايبين الطرف اهو، ادي الطرف اهو. بعد ما لفينا اللفة دي كلها هنجيب الطرف ده نحطه هنا كده ونفك، وهنبدأ نعديه الناحية التانية، نعديه الناحية التانية. هو كده عدى الناحية التانية اهو، خلاص معانا اهو. هنعدي الشبشب ده كده كده، احنا بس مستعجلين شوية فجت منين. تيجي بقى هنا لازم تخيطه، لازم تخيطه، تديله غرزة. انا ممكن اقول لك بالشمع، انا عندي الشمع هنا موجودة اهو، ممكن اديله شمع كده وخلاص الموضوع خلص. اديله شمع هنا وشمع هنا والموضوع خلص، لكن ده مش هيبقى جامد ومتين. انت عايز حاجة تكون ذات جودة عالية علشان ايه، تبقى مطلوبة في السوق، فلازم تديله غرزة. هنديله غرزة من هنا كده مع البلاستيك كده، هنديله غرزة هنا كده ونخيطه مع البلاستيك بتاع الوش نفسه. نديله غرزة هنا وغرزة الناحية التانية، خلاص احنا ادينا الغرزة هنا وادينا الغرزة هنا. خلاص هنبدأ بقى عايزين نزوقه من فوق، عايزين نزوق الشبشب من فوق، عايزين نزوق الشبشب من فوق. احنا ممكن كده زي ما هو يبيعه زي ما هو، لكن احنا عايزين نزوقه. هنعمل ايه؟ عندنا في ورد كده بيبقى اورجانزا كده ابيض، يعني تقريبا الوردة دي تقريبا هتعمل 25 ساعة، يعني ربع جنيه. ممكن تحط ثلاث وردات كده وتخيطهم. خلي بالك موضوع الشمع، الشمع حلو بس لازم يكون فيه خياطة، لازم يكون فيه خياطة عشان تبقى جامدة. هتخيط، هتدي كل واحدة غرزة مع الستان، غرزة هنا مع الستان ده، هتمسكها كده وهتديها نقطة شمع في كل واحدة كده. الشبشب هيبقى منظره أجمل من الأول. دي أول طريقة من طرق تزيين الشبشب، دي طريقة تزيين الستان. في طريقة تانية عندنا وهي طريقة ده اسمه، احنا قلنا ده اسمه، انا نسيت اسمه بصراحة عشان ما اكذبش عليكم، بس احنا بنشتروه من بتاع الخردوات وبتاع الورد والخرز، انا ناسي اسمه بصراحة. المهم ده عندنا هنا صفوف، كل صف ممكن ينفصل عن التاني، فانت هتشوف عرض السير بتاعك هنا، السير بتاعك ده كام هنا، وهتقطع على قد. يعني هنا عندنا تقريبا عايزين ايه، اتنين جنب بعض، صفين جنب بعض. هنبدأ نقص كده بطول السير بتاعنا، نقصه كده تمام اهو كده، هنجيب كده اه يا دوب اهو كده، وهنقصه كده اهو، وهنبدأ نجيبه هنا برضه. انا قلت لك ما تحاولش انك تكتفي بالشمع بس، انا دلوقتي بس هثبت بشمع عشان اوريك الشكل النهائي هيبقى ازاي، بس انت لازم تدي له غرزه في كل مكان على الاقل او غرزتين. هدي كده نقط شمع كده انت ماشي كده، نقط شمع خفيفه كده
تمام. وهتجيب الحته دي اهي، تعملها كده، الشبشب بقى اقل تكلفه واقل مجهود. بص الشبشب عامل ازاي، بص شكل الشبشب عامل ازاي، بص هذه الشكل النهائي الشبشب، بص اهو الشبشب عامل ازاي. انت ممكن تكتفي بناحيه واحده، ممكن تعمل ناحيتين، تعمل الناحيه الثانيه برضو زيها كده مفيش مشكله. ممكن برضو تلفه على القدم من تحت، على القدم ده كده تلف هنا كده، هي برضو الشكل الجمالي. بس حاول انك ما تكتفيش بالشم، لان الشم مش هيمسك معاك كتير، يعني هيبقى يوم يومين ثلاثه وهيتخلع. فانت لازم تخيط وتديله غرزه هنا غرزه هنا غرزه هنا، مش باينه كده مع السير، مش هيبقى صعب عليك وهتثبت معاك وهتدي الشكل الشبشب شكل جمالي خطير وجميل. دي كانت الطريقة التانية من طرق تزيين الشبشب، وإن شاء الله لو في نصيب هنصور حاجات تانية. ده الشبشب بتاعنا قبل ما نقفل، ده الشبشب بعد ما احنا لزقناه، بص منظره عامل ازاي بعد ما احنا لزقناه وحطينا له الورد بتاعه، بقى شكله عامل كده، شبشب ظريف جدا وشكله جميل وهيبقى عليه طلب في السوق. إن شاء الله لو لينا نصيب هنصور معاكم وهنجيب لكم كمان أشكال تانية للشبشب وطرق تانية لتزيين الشبشب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.